النهاردة إن شاء الله هنشوف الدرس الثاني في الشابتر الرابع. على فكرة الشابتر الرابع شابتر ما هوش كبير، شابتر صغير، 3 دروس فقط، وحتى المواضيع اللي فيه مواضيع سهلة مش صعبة، فإن شاء الله سهل إن أنتوا تذاكروه كويس. شابتر 3 يعتبر هو اللي من الشباتر الكبيرة والمهمة جدا، واللي ممكن تختبروا فيها أكتر من مرة. شابتر 4 ده لو ذاكرناه أول بأول هيبقى إن شاء الله سهل، يعني بإذن الله، يعني بإذن الله. الشابتر الرابع الدرس 14 بيتكلم على المحاليل. المحاليل يعني إيه محلول باللغة الإنجليزية؟ بيسموها solution. طب عشان نفهمكم يعني إيه أصلا محلول، المحلول هو عبارة عن كأنك تجيب ملح وتدوبه في مية، أو سكر وتدوبه في مية، الناتج بيبقى اسمه محلول. الناتج بيبقى اسمه محلول. فأنا لو جبت سوليوت، إيه بقى المصطلحات دي يا دكتور؟ السوليوت هو الملح أو السكر اللي أنت بتحطه، حاجة بيسموها المذاب. فلو أنت جبت المذاب، هو الراجل هنا جايب مادة ملونة عشان يأكد لك إن هي ذابت، المية كلها أصبحت ليها نفس اللون، ده دليل على تكوين إيه؟ مخلوط متجانس. فاكرين أنتوا الشابتر الأولاني لما قلنا فيه أنواع من المخاليط الميكشرز، وقلنا فيه مخلوط هوموجينيوس يعني متجانس، ومخلوط هيتروجينيوس يعني غير متجانس. المخلوط المتجانس اللي هاز يونيفورم كومبوزيشن ثرو اوت، يعني ايه معناها بالعربي؟ يعني له مكونات في جميع اجزائه متماثله بيدوب. اه بالظبط كده، ما طالما حاجه بتدوب بالكامل، صح يا محمد، حاجه بتدوب بالكامل جوه الميه يبقى دي مخلوط متجانس محلول. بقى يعني يا دكتور المحلول اللي احنا هناخد النهارده الدرس عليه هو يعتبر نوع من انواع المخاليط اللي هي المخاليط المتجانسه؟ بالظبط كده، المخلوط المتجانس الهوموجينيوس ميكتشر هو ده السوليوشن. فالسوليوشن هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن محلول، هو مادتين موجودين او اكتر، يعني ساعات بندوب اكتر من ماده في السولفت، يعني ممكن احط سكر، احط ملح، احط حاجات كتيره جوه الميه تدوب، خلاص ده مخلوط متجانس. السوليوت هو الماده اللي هندوبها، السوليوت هي المذاب باللغة العربية، والسولفنت هو المادة اللي هتدوب، المادة اللي بيسموها بقى المذيب، يعني المذاب في المذيب يؤدي إلى محلول. يبقى لما بحط مادة المذاب اللي هو الملح أو السكر مثلا أو أي مادة، وأحطها في المية اللي هي هتقوم بدور السولفنت المذيب، هنلاقي الملح داب او السكر داب او الماده بتاعتنا دابت جوه الميه، فكونت مخلوط متجانس بيسموه هوموجينيوس ميكشر، وده اللي بيسموه سوليوشن. فالسوليوشن تعرفوا منين؟ ان هو مواد دايبه زي ما انتوا قلتوا كده، دايبه في الميه دايما، اللي موجود بكميه اكبر هو اللي بيبقى السولفنت. يعني استنى يا دكتور، يعني مثلا ممكن اقدر اقول إن الهواء ده يعتبر محلول؟ أيوه الهواء يعتبر محلول. يبقى تاني أهو السوليوشن هو عبارة عن إيه؟ هو هوموجينيوس ميكشر لمادتين أو أكتر. مين السولفنت اللي موجود بكمية كبيرة؟ لارجست أماونت اللي موجود بكمية كبيرة. مين السوليوت المواد المذابة اللي هي موجودة بكميات صغيرة؟ هل الهواء ينفع محلول؟ أه ينفع، لانه مخلوط متجانس. طب مين اكتر مكون في الهواء؟ النيتروجين. عشان كده النيتروجين بيلعب دور الميه بقى، كانه هو السولفنت، كانه هو اللي هيدوب كل الغازات الاخرى. فالنيتروجين هو السولفنت لانه بكميه كبيره، وجميع الغازات الاخرى اكسجين بقى، ثاني اكسيد كربون، ميه، كل الحاجات دي، بخار ميه، كل ده دايب في النيتروجين، كأن هي دي الأملاح اللي دايبة في النيتروجين. فالنيتروجين هيلعب دور السولفنت لأنه كميته كبيرة، 79% تقريبا من الهواء
هي نيتروجين، فطبعا كمية كبيرة جدا. الباقي ايه؟ الغازات كلها 21%، فكميات صغيرة، يعني كميات صغيرة بالنسبة لل 79. اي محلول سكر، لو انت جبت سكر كده ودوبته في مية، زي كأنك بتعمل كوباية شاي، انت كده كأنك عملت محلول سوليوشن. السكر هيدوب في المية ولا لا يا دكتور؟ هيدوب يا دكتور. وهتبقى المية كلها فيها سكر ولا لا؟ هينتشر جوه المية. يبقى ده برضو مخلوط متجانس او محلول سكر. هيبقى المية هي اللي هتلعب دور السولفنت المذيب، وهيبقى السكر هو السوليوت المذاب. يبقى مذيب زائد مذاب يطلع ايه؟ محلول. طيب لما نيجي نتكلم على المحلول بقى، ساعات بنسمع يقول لك محلول مركز، يقول لك محلول مخفف. ايه حكاية المحلول وتركيزه؟ عشان تتكلم على تركيز المحلول بصورة دقيقة يبقى لازم تحسب التركيز رياضيا. طب ما تقوليش انت محلول مركز يا دكتور، طب ما جايز انت بالنسبة لك محلول مركز يكون اقل تركيزا بالنسبة للمحاليل الاخرى. ممكن يكون المحلول ده مخفف بالنسبة لمحاليل تانية مركزة اعلى منه. عشان كده لازم نحسب حاجة اسمها السوليوشن كونسنتريشن. يعني ايه؟ يعني تركيز المحلول. وعشان نحسب تركيز المحلول هي معادلة رياضية بنطبقها، هي معادلة بتدينا علاقة ما بين السوليوت والسوليوشن، يعني قد ايه مذاب في المحلول، قد ايه مذاب جوه المحلول. بيحسبوا العلاقة الرياضية دي بايه؟ باسم المولارية، المولاريتي. فالمولارية تاني هي عبارة عن ايه؟ هي طريقة لحساب تركيز المحلول. طب ايه الطريقة ديت؟ قانون. يعني القانون هو عبارة عن ايه؟ هو عدد مولات المذاب اللي هو السوليوت اللي موجودة في لتر من المحلول. عدد مولات السوليوت اللي هو المذاب الموجودة جوه ايه؟ لتر واحد من المحلول. بشوف نسبتهم بالنسبة لبعض. number of moles of solute على الفوليوم اوف سوليوشن مقدرا باللتر، على حجم المحلول مقدرا. عشان كده يا دكتور وحدة المولارية مول على لتر. ايوه، لان فوق مول وتحت لتر. طب افرض يا دكتور في مسألة اداني حجم المحلول بالملي، يبقى لازم اقسم على 1000 عشان يبقى باللتر، لان القانون الحجم يكون باللتر. يبقى تاني ايه هي المولارية؟ المولارية هي عدد مولات المذاب اللي هو السوليوت مقسومة على حجم المحلول مقدرا باللتر. فهنا مثلا دي حالة زي حالة مختبر كده. لو أنا عايز أحضر تركيز واحد مولر من أي مادة بعمل إيه؟ بجيب واحد مول من السوليوت من المذاب وأحطها في واحد لتر من المحلول. لما يبقى واحد على واحد النتيجة تطلع كام؟ واحد. واحد على واحد فيها كام؟ فيها الواحد. فهنا الراجل بيقول لي ايه؟ بيقول لي اوزن ما يعادل واحد مول من الملح ودوبه في واحد لتر، حطه في واحد لتر من المحلول. يبقى هو ده المحلول المولاري اللي هو الواحد مولر. فالواحد مولر ده نحضره ازاي؟ التركيز المولاري اللي هو واحد مولر، اللي اول ما تشوف ام كابيتال دي يعني المولاريه. عشان ده يبقى واحد، يبقى لازم يبقى واحد مول على واحد لتر، اللي فوق واحد واللي تحت واحد. طب استنى يا دكتور، انت كنت بتقول لنا دلوقتي اوزن كده من ملح الطعام ما يعادل الواحد مول اللي هو واحد مول يعني. طب اوزنه ازاي؟ طب واجيب وزنه ازاي؟ الكتلة المولية اللي احنا كنا بنحسبها زمان هي نفسها كتلة المول الواحد، هي نفسها كتلة المول الواحد. فأنت عندك في الجدول الدوري الصوديوم ب 23 والكلور ب 35 ونص تقريبا. يبقى تقريبا لو جبت 58 ونص أو بالظبط 58 و44 من 100 جرام، كأني بقى معاك واحد مول. خلاص، هات 58 و44 من 100 جرام وحطهم في ميه بقى لحد ما تبقى واحد لتر كده، يبقى هو ده التركيز اللي اسمه واحد مولر، التركيز المولاري واحد. يبقى انا يا دكتور عشان اتعامل مع مول اجيب كتلته الموليه. اي ان الكتله عمال هم سموها كتله موليه ليه؟ لانها كتله المول الواحد مقدره بالجرام.
فبيقول لي ايه وي تقريبا اوزن 1 مول من الصوديوم كلورايد اللي هو ال 58 وحاجه كده في جرادويتد فلاسك، يعني في ايه في دورك مع ايه مدرج كده عشان عاوز احط فيه ميه لحد ما اوصل لعلامه 1 لتر. لو انا عملت كده يبقى انا خلاص حضرت محلول تركيزه 1 مولر، يبقى انا حضرت تركيز 1 مولر. بتيجي المسائل دي ازاي يا دكتور في الامتحان؟ نشوف مع بعض كده. السؤال بيقول فايند ذا مولاريتي. استنى يا دكتور، اول ما اقرا كده كلمه مولاريتي يبقى المولاريه اللي هي الام كابيتال. طب افتكر بقى المولاريه هيديني الراجل القانون في الامتحان، هيقول لي ام بتساوي ان على في، بس مش هيكتب تفصيل، انت لازم تبقى عارف الام بتساوي ان على الفي. طب الان الام هي بتساوي ايه؟ اللي هي المولاريه بتساوي ان اللي هو عدد مولات السوليوت على حجم المحلول بير لتر، يبقى انت لازم تديني الاثنين دول في المساله يا دكتور. نقرا بقيه المساله. فايند المولاريتي، يبقى عايز دي، عايز دي المولاريه. طيب بيقول لي اوف ا سوليوشن لمحلول ذات هاز 25.5 جرام. استنى يا دكتور، ده ما ادانيش مولات، ده اداني جرام. طب اعمل ايه؟ هعوض في القانون بجرامات وهي مولات؟ ما ينفعش، يبقى لازم احول الكتله اللي بالجرام الى مولات، زي ما احنا قلنا زمان بقى التحويله بتاعت المول كونفرجنس، تحويلات المولات، مش احنا عرفناك وكانت بتيجي في الامتحان وجت في الامتحان اللي فات ازاي احول كتله لمولات وازاي احول مولات لكتله؟ ما دي خلاص بقى موضوع احنا كررناه كتير. يعني الراجل بدا، يعني لو كان الراجل ادهاني مولات يا دكتور كانت بقت سهله. ايوه ماشي، بس لو اديها لك برضو كتله مش صعبه، هتقسم الكتله على الكتله الموليه اللي هي كتله الواحد مول اللي هي ال 119 دي، يبقى هي لو قسمت الكتله اللي معطاها في المساله على الكتله الموليه تقول يا دكتور طب هو ادهاني، طب افرض في الامتحان ما ادهانيش، ما انت تعرف تحسبها، ما انت تعرف تحسبها من الجدول الدوري. البوتاسيوم كي 39 والبروم 80، لو جمعت 39 زائد 80 هيطلع لك ال 119. شكرا يا عم، خلاص يعني سهله مش صعبه. لو جمعت الكتله بتاعت البوتاسيوم على كتله البروم هيطلع ال 119، سهل الموضوع. يبقى حاسم الكتله اللي مدهاني في المساله على الكتله الموليه اللي هي ال 119، هيحول الكتله الى مولات، هي دي اللي انا محتاجها في القانون، هي دي اللي انا محتاجها في القانون. طيب هو بيقول لي ايه ذات هاز 25.5 جرام كي بي ار ديزولف، ده ايه بقى في 1.75 من 100 لتر. شكرا يا عم، ما صعبهاش عليا، ما ادهناش ملي واقسم على 1000 لا هو جابها لي لتر على طول. يبقى انا بعد ما حولت الكتله بتاعه الملح دوت اللي هو الكي بي ار الى مولات، هعوض بيها في القانون فوق واقسم على حجم المحلول باللتر، والحمد لله هو باللتر. لو كان ملي كنت حاسم على 1000، لا هو اداني لتر يا دكتور، خلاص شكرا. يبقى حاسم المولات على الحجم باللتر يطلع الايه؟ المولاريه. تعويض مباشر، مساله من المسائل السهله، تعويض مباشر، بقسم المولات على حجم المحلول مقدرا باللتر. قال لنا ان المولات اغلب المحاليل بتكون المولاريه بتاعتهم محصوره ما بين الصفر لحد 18، فلما يطلع لي رقم ايا كان الرقم من صفر لحد 18 يبقى اكسبتابل، يبقى مقبول، ميك سنس يعني معقول يعني خلاص. فدي ايه يعني؟ مجرد تعليق على ان حساباتك يعني ما تطلعليش المولاريه بالسالب مثلا، لا لا مفيش، ما تطلعليش المولاريه اكبر من 18، مش هتطلع، مش هتلاقيها، فهي من صفر لحد 18. طب مساله ثانيه يا دكتور، هاو ميني ليترز. استنى يا دكتور، قد ايه هاو ميني لتر؟ يعني بيسال على الحجم المره دي مش بيسال على المولاريه، ومديني المولاريه اما اهي ومديني المولات اهو. الله، طب ما احنا عارفين ان المولاريه بتساوي عدد المولات فوق على الحجم تحت. المره دي هو اداني مولاريه اللي هي اللي جنبها ام كابيتال دي، يعني اداني دي واداني عدد المولات، ادانا دي
وطالب مين؟ طالب الحجم اللي تحت ده. عشان كده انا عملتها لكم في صورة مثلث. ليه بقى؟ افرض الراجل كان اداك المول والحجم، اقسمهم على بعض تطلع المولارية زي المسألة دي. طب افرض في المسألة التانية، اهو في المسألة التانية اداني المولارية واداني عدد المولات وطلب الحجم، يبقى الحجم هو عدد المولات اللي فوق مقسوم على المولارية. يبقى انا هجيب المول اللي موجودة 255 من 1000 دي مول، واقسمها على المولارية اللي هي 125 من 1000، يطلع على طول الحجم مقدرا باللتر. في طريقة تانية، في يا دكتور طريقة تانية، انا عارف ان المولارية برقمها ده هي عدد مولات موجودة في اللتر الواحد، اما لو عدد المولات بالرقم ده هتبقى موجودة في كام لتر. فده حل تاني برضو بالمقص، نقدر ان احنا نطلع حجم المحلول. لو هنتلخبط، لا خلاص عوض في القانون، عوض في القانون. ايه القانون بيقول؟ ايه؟ ان الحجم هو عبارة عن عدد المولات اللي فوق مقسوم على المولارية. لو قسمت عدد المولات على المولارية هيطلع لك على طول نفس الإجابة اللي هي 2.4 لتر. فمسائل المولارية سهلة، يعني مجرد ان انا اعرف القانون. بس خد بالك، يا ريت تعرف القانون بحكاية المثلث دي. هو الراجل في الامتحان لما هيديها لنا هيقول لك ام بتساوي ان على في، بس مش هيكتب تفصيل، مش هيشرح لك، خلاص هو قال لك ام بتساوي ان على في. فانت تروح عامل ان هي ام هنا من الشمال اهو، والان فوق اللي هو عدد المولات على الفي اللي هي تحت اللي هو حجم المحلول، بس يكون باللتر. كلام جميل. طيب في حاجة تانية برضو بخصوص المحاليل، ايه هي يا دكتور؟ في بعض الاحيان عشان لسهولة التنقل بقى، يعني افرض ان مثلا في كميات من مادة سائل او محاليل وعايز انقلها، مادة سائلة محلول مثلا عايز انقلها من مكان لمكان، فهل تنقلها وهي مخففة بالمية ولا تنقلها وهي مركزة عشان يبقى أسهل في النقل؟ معظم المواد الكيميائية اللي هي المحاليل غالبا often solutions are stored، يعني بتكون مخزنة في صورة ايه؟ concentrated stock solutions، يعني محاليل خزين مركزة. كل المحاليل بتبقى مركزة، مركزينها جامد قوي كده، وهي دي اللي بتتباع. انت بقى عايز تخفف، روح خفف في بيتكو بقى، ولا خفف في مكان المصنع. زي عاملة زي ايه عشان افكركم؟ عاملة زي العصاير المركزة. طب تروح دلوقتي سوبر ماركتات المشهورة والمش عارف ايه، بتلاقي فيها عصاير مركزة. هل المركز ده بتشربه؟ لا، بتخففه بالمية. فدي اسمها سوليوشن دايليوشن، يعني تخفيف المحاليل. بجيبه احط عليه ميه بس. Only solvent is added. Only more solvent is added. To get عشان توصل لمحاليل مخففة مجرد ان انت بتحط ميه. Only more solvent is added يعني فقط مزيدا من المذيب يضاف. بس مجرد ان احنا هنحط ميه خلاص المحلول اتخفف وبقى كميات كبيرة بقى. يعني ممكن المحلول المركز ده ازازه واحده تعمل لها ولا 20 كوبايه، خلاص ده بالتخفيف. هل لو خففنا المحلول غيرنا الماده نفسها؟ لا لا، احنا زودنا ميه بس يا دكتور. سولفنت بس بيتضاف. الاماونت اوف سوليوت لا تتغير، كميه الماده المذابه ما اتغيرتش، انما المذيب هو اللي اتغير. حجم المحلول هو اللي اتغير. الفوليوم اوف سوليوشن هو اللي اتغير. فطلعنا قانون. القانون بيقول ايه؟ بيقول ان المولارية في الحجم قبل التخفيف بيساوي المولارية في الحجم بعد التخفيف. عدد مولات المذاب طالما هي متساوية يبقى بنعوض عن عدد المولات بمولارية في حجم بيساوي مولارية في حجم. احنا مش مطلوب منك انك تستنتج القانون، احنا بنديك القانون في الامتحان. بنقول لك ام واحد في واحد يساوي ام 2 في 2. فانت او بتذاكر كده تقول ام مولارية في الحجم قبل التخفيف قبل اضافة المية
يساوي الام 2 في 2 اللي هو المولارية بعد التخفيف مضروبة في الحجم بعد التخفيف. يبقى ده قبل التخفيف وده ايه بعد التخفيف، ده بيفور وده افتر. قبل التخفيف ام 1 في 1 ويساوي ام 2 في 2. فاحنا بندي لك مسألة بتبقى تعويض مباشر. احنا عندك هنا كام مجهول في المسألة ديت؟ في اربعة يا دكتور. خلاص انا هديك ثلاثة منهم وانت تجيب الرابع، وانت تجيب الرابع بس، سهلة. ادي هنا بيقول لي محلول بريبير مش عارف ايه كذا لتر، يبقى ده الفي واحد، يبقى دي في واحد. وتركيزه كان كام؟ كان ام واحد، يبقى ده ام واحد. وده تركيز ايه؟ مولارية اهو يا دكتور، يبقى ده ام اتنين. فالراجل كأنه ادالك ام واحد وفي واحد وام اتنين، يبقى انت المطلوب منك انك تحسب الفي اتنين. محلول هيبقى اللي انت الحجم ده هيبقى كام؟ لما كان الحقيقة لما كان الحجم 3 لتر والتركيز نص مولر، هل يختلف عن لو كان التركيز 10 مولر؟ اه طبعا هيختلف. تعوض تعويض مباشر في القانون ده. يبقى تضرب ام واحد اللي هي نص في في واحد اللي هي 3 لتر، هيساوي الام 2 اللي هي 10 مضروبه في الحجم في 2. معادله سهله قوي بتعوض فيها، بتجيب الحجم اللي هو في 2. واضح قوي ان لما التركيز كان قليل كان الحجم كبير، ولما التركيز كان عالي يبقى الحجم ايه؟ يبقى الحجم قليل. العلاقه علاقه عكسيه على فكره، كل ما تزود ميه كتير يبقى التركيز قليل قوي، صح ولا لا؟ انت جبت دلوقتي عصير حطيت عليه ميه شويه يعني لسه عالي، طب حطيت ميه كتير قوي خلاص بقى مخفف قوي يا دكتور، بقى تركيزه قليل قوي. فلما الحجم يزيد يبقى لازم التركيز يقل، العلاقه علاقه انفرس يعني عكسيه. مساله تانية نفس الموضوع برضه، يرغي كده دي كده ام ملي يا دكتور، يبقى ده في 1 والتركيز ده كام؟ يبقى كأنه ام 1، يبقى ده ام 1 وفي 1 اهم يا دكتور. طب ودي ايه؟ يبقى ام 2. يبقى هعوض تعويض مباشر يا دكتور، ام 1 في 1 يساوي ام 2 في 2. اضرب ال 200 مللي في 25 من 100 اللي هو الام 1، المولاريه 1 هيساوي المولاريه 2 اللي هي 2 في الحجم الثاني. خلاص اقدر احسب دي بالآلة الحاسبة، هيطلع لي بسهولة 25 ملي. يبقى الحجم هنا الثاني كان 25 ملي. طب يا دكتور انت عوضت في القانون بملي، يبقى لازم النتيجة هتطلع ملي. طب لو كان المسألة كانت فيها لتر وانت عوضت في المسألة باللتر، يبقى الحجم الجديد هيطلع برضو باللتر. يعني انت ما تغيرش الوحدات، انت ما تغيرش الوحدات، هو الراجل انت بتعوض فيها تعويض عادي. طب افرض يا دكتور انا ببص في الامتحان وحليت المساله دي لقيت الاجابه بتاعتها 25 مللي، بس هو في الاجابات مدهاني لتر لتر، يبقى كاني بيقول لك حول الملي للتر في الاخر. اقسم على 1000 يا اخي، اقسم على 1000، 25 على 1000 يبقى 25 من 1000 لتر. ال 25 مللي دور عليها في الاجابات بس بعد ما تقسمها على 1000 عشان تبقى لتر. يبقى احسب عادي خالص وشوف هو طلباته ايه في الاختيارات. لو هو طالبها ملي هتلاقي ال 25 دي موجوده ملي، ايه موجوده زي ما هي. لو هو عايز يصعب عليك شويه يقول لك ايه والله هحط له الاختيارات بالايه باللتر واشوف هو هيعمل ايه. يبقى تقسم الايه الملي على 1000 عشان يبقى الحجم باللتر زي ما هو حاطط في الاختيارات. كلام جميل. طيب الجزء الثاني من الدرس ده جزء ابسط كمان شويه، الراجل اللي عايز يعرفك يعني ايه محلول، يعني ايه ذوبان. تايبس اوف اكواس سوليوشنز، يعني انواع المحاليل المائيه. اكواس دي يعني ميه، يعني احنا السولفنت بتاعنا المذيب بتاعنا هو الميه. اند سولوبيليتي، والذوبان. ما هو اصلا مش هيطلع محلول الا لما يكون في ذوبان يا دكتور، الا لما يكون الماده بتدوب سولوبيليتي. فأنا عايز أتخيل معاكم كده هو المحلول بيتكون إزاي؟ تقول يا دكتور أحط شوية ملح كده في مية وأقلب كده، الملح هيختفي هيدوب يبقى فيه ذوبان يبقى فيه محلول.
طب والسكر نفس الحكايه يا دكتور، هجيب سكر واحطه في ميه واقلب كده والاقي السكر اختفى وبقى محلول. يعني الاثنين شبه بعض. انا ممكن اجيب اثنين في المختبر، ادي الواحد ملح والميه وادي التاني سكر وميه واقول له دوب وانت دوب، وبعد ما يدوبوا الاثنين حلو عندهم محلول مش باين فيه حاجه خالص، الاثنين شبه بعض. لو قلت لك مين الميه اللي فيها ملح ولا مين الميه اللي فيها سكر مش هتعرف. تقول لي لا استنى لما ادوقها بقى يا دكتور عشان اعرف، لان مش بقى مش واضح. الاثنين مخاليط متجانسه هوموجينيوس ميكشر، الاثنين اصبحوا هوموجينيوس سوليوشن يعني محلول متجانس. الحاله الاولانيه ايه؟ كيس ايه؟ لو دوبنا ملح الطعام ال NaCl في الميه ينتج هوموجينيوس سوليوشن محلول متجانس. طب ما هو سكر برضه في ميه برضه هيبقى محلول متجانس، ايه اللي حصل؟ هو ايه اللي حصل؟ طب هو الاثنين دابوا سواء ملح او سكر بيدوبوا ويطلعوا محلول متجانس ومحلول وزي الفل كل حاجه دوب، اما ايه الفرق؟ هل ذوبان الملح في الميه زي ذوبان السكر في الميه؟ هل صفات المحلول متشابهه ما بين الاثنين ولا مختلفه؟ How do solids such as salt and sugar dissolve in water؟ كيف؟ ازاي دابت السوليوتس اللي هي المواد المذابه داخل الميه السولفنت؟ ازاي دابوا؟ What happens when solute dissolves؟ يعني ايه اللي بيحصل لما المذاب يدوب؟ ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ عايزين نعرف ليه الملح ده؟ وليه السكر ده؟ وليه الرمل ما يدوبش؟ يعني ليه في حاجات بتدوب وحاجات ما بتدوبش؟ اكيد فيها سبب. الراجل قال لي ايه؟ قال لي ذوبان اي مذيب اي مذاب dissolution of solute in solvent depends on، ذوبان اي ماده مذابه في المذيب يعتمد على ثلاث قوى نقارنهم ببعض. attraction forces قوه تجاذب ما بين جزيئات المذاب solute molecules. قوه تجاذب جزيئات المذاب ماسكه في بعض كويس ولا لا يا دكتور؟ يعني الرمل ماسك في بعضه جامد قوي عشان كده ما بيدورش في الميه. قوه التجاذب ما بين جزيئات الرمل قويه جدا، مش عايز يتفك، مش عايز يدوب خلاص. الاتراكشن فورسز ما بين جزيئات الميه، يعني كمان لازم ابص على قوه التجاذب ما بين جزيئات الميه. واللي هيحدد اكتر قوه التجاذب ما بين الملح والميه او السكر او اللي هو المذاب والمذيب. رقم سي دي هي اللي مهمه. لو قوه التجاذب ما بين المذاب والمذيب اقوى من الاثنين اللي فوق يبقى الاثنين كده الملح بيحب الميه والميه بتحب الملح فهيحصل ذوبان. هي كده يا دكتور قايل؟ لو قوة التجاذب ما بين جزيئات الملح وجزيئات المية أقوى من المية نفسها مع نفسها أو الملح مع نفسه يبقى هيحصل ذوبان. هو الراجل أهو بيقول لي لو كان الأتراكشن فورس ما بين السوليت والسولفنت ما بين المذاب والمذيب سترونج إناف، لو كانت قوية أكتر يعني من اللي فوق كفاية، يبقى ساعتها السوليت هيدوب في ثانية. في مواد مجرد ما تحطها في الميه اختفت على طول، دابت بسرعه يا دكتور. ايه ده؟ يبقى في ترحاب بقى، في اتراكشن قويه ما بين الماده والميه، داب على طول. وفي مواد ثانيه بتكره الميه، الزيت بيكره الميه، حابب نفسه والميه حابه نفسها وبعدين عن بعض، فاصلين عن بعض. مفيش ذوبان يا دكتور، لان مفيش قوه تجاذب ما بين الماء ايه؟ الزيت والميه، مفيش. فما بيحصلش ذوبان. فيحصل الذوبان امتى؟ لو قوه التجاذب، لو الاتراكشن فورس بتوين السوليت والسولفنت ما بين المذاب والمذيب كافيه قويه كفايه سترونج اناف، فبالتالي يحصل عمليه ذوبان. طب السؤال الثاني، هو انت يا دكتور كل لما تتكلم على ذوبان تتكلم على الميه، اشمعنى الميه اللي بنستخدمها كايه؟ كماده مذيبه كمذاب، ليه الميه يا دكتور؟ اكيد الميه فيها صفات بتخليها ايه؟ جود سولفنت يعني مذيب جيد. ايه هي الصفات اللي موجوده في الميه ومش موجوده في غيرها فبتخليك تستخدمها كمذيب؟ اول حاجه طبعا، اول حاجه ان الميه متوفره والميه رخيصه والميه ما بتكلفنيش. وحاجه ثانيه كمان، كفاءه الميه في ذوبان الاشياء. الميه عندها كفاءه يا دكتور؟ ايوه.
الميه عندها حاجه اسمها تشارج ديستريبيوشن، ان ايفن ديستريبيوشن اوف الكترونز، عندها توزيع غير عادل او غير متساوي في الشحنات في الالكترونات. فاكرين زمان لما كنا بنتكلم على حاجه اسمها صفه من الصفات بتاعت العناصر، وقلنا السالبيه الكهربيه الالكترونيجاتيفيتي. فهنا السالبيه الكهربيه بتاعت الاكسجين اعلى من الهيدروجين، فالالكترونات بتروح صوب الاكسجين، فبيبقى الاكسجين عليه شحنه سالبه جزئيه، والهيدروجين بيبقى عليه شحنه موجبه جزئيه. قوه الاكسجين شد الالكترونات ناحيته، خد الالكترونات ناحيته، فبقى الاكسجين سالب اهو. بيقول لي ان ايفن يعني غير عادل، يعني توزيع الالكترونات غير عادل، بحيث ايه ساتش واي، بالطريقه اللي فيها الاكسجين يبقى عنده بارشال نيجاتيف تشارج، عنده شحنه سالبه جزئيه، والهيدروجين هاز بارشال بوزيتيف تشارج، والهيدروجين هيبقى عليه شحنه موجبه جزئيه. الاكسجين بقى سالب ايوه، والهيدروجين بقى موجب ايوه، من الناحيتين كده ايوه. فبقى الجزيء عنده اقطاب، بقى عنده موجب وسالب، عامل زي البطاريه كده، بتلاقيها كده ايه، ناحيه موجب وناحيه سالب. فلما يبقى الجزيء عنده موجب وسالب كده يقولوا عليه جزيء قطبي، بولر موليكيول. البولر موليكيول معناها ايه؟ معناها جزيء قطبي. فالميه قطبيه. احنا بقى نفسر كده، اقول لك ليه الميه بيستخدموها جود سولفنت او باورفول سولفنت، ليه مذيب ذو كفاءه عاليه؟ لانه بولر موليكيول، لان الماء يعتبر بولر سولفنت، مذيب قطبي. كلام جميل؟ لدرجه ان ايه، لو حطيت ملح في ميه، بص الملح مع الميه ايه اللي بيحصل؟ كان الملح مع الميه الصوديوم ماسك مع السي ال يا دكتور في الكريستاليه بتاعته، في البلوره بتاعته كده، الصوديوم موجب لازق في الكلور، اول ما شاف الميه راح ناحيه الميه. طب وايه اللي هيساعده؟ هتجي له الميه من ناحيه الاكسجين السالب، هتيجي لمين؟ للصوديوم الموجب، يعني كل واحد وعكسه في الشحنه بقى. شوف كان الصوديوم كلورايد جنب بعض، اول ما جت الميه بوشين بقى، عندها سالب وعندها موجب، فجت بالناحيه الموجبه الهيدروجين الموجبه للكلور السالب، شدته كده جذبته، وكمان جت لناحيه الصوديوم الموجب بالاكسجين السالب. شوف الميه بقى بتلعب ازاي، عندها الوشين، عندها الموجب وعندها السالب، ما هي بولر موليكيول، عندها موجب وسالب، فقدرت انها تجذب الايون الموجب وتجذب الايون السالب. هنبص للقصه، شوف تخيلها كده، ادي كريستاليه الكريستال بتاعت الملح، السوليد كريستال بتاعت الملح، وكأن الميه عماله تخطف، تاخد تنهش كده فيها، تخطف الايونز، كل ايون كلور سالب يتحوطوا الميه بالناحيه الاوبوزيت تشارجد، بالناحيه اللي ايه؟ اللي عكسه في الشحنه. مش هو كلور سالب؟ يبقى احنا الميه نيجي عليه كده من ناحيه بالهيدروجين الموجب. طب والصوديوم الموجب؟ نيجي له من ناحيه الاكسجين السالب، عشان يحصل ايه؟ استقرار كده. فاول ما ايه؟ وين صوديوم كلورايد از ادد تو ووتر، ايه اللي بيحصل يا عم؟ كل الايونات بتبقى اتراكتد للميه، انجذبت للميه، الاتراكشن التجاذب ما بين الملح والميه قوي. راحت الميه نهشت كده، إيه كنا زمان نجيب ايه؟ نجيب بلوره ملح كبيره كده ونقول للناس حطوها في الميه كده وتاملوا فيها كده، بصوا عليها هتلاقوها عماله تنقص 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 لحد ما اختفت. ايه اللي حصل يا دكتور؟ اللي حصل ان الميه بتنهش فيها لحد ما دوبتها كلها. وده اللي انت ساعات بتعمله لما تقلب، يعني لما يبقى فيه سكر كده مش عايز يدوب، يقول لك اقعد قلب 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 بالمعلقه كده عشان يدوب، عشان تساعد الميه انها تنهش الايونز او الجزيئات بتاعت الماده. وين الايون انتر سوليوشن؟ عندما يدخل الايه؟ الايون داخل الميه في المحلول كده، هتلاقي ايه؟ كل ايون سراوندد باي، يحاط بجزيئات الميه بس من الناحيه العكسيه في الشحن. اذا كان هو ايون سالب يبقى الميه تنجذب ناحيته بالجزء الموجب اللي فيها اللي هو الهيدروجين. ولو هو ايون موجب زي الصوديوم يبقى الميه تنجذب ليه من ناحيه الايه؟ السالب اللي هو الاكسجين. نتيجه لكده في الاخر هنلاقي البلوره دي اختفت،
ونلاقي موفينج ايونز، فري موفينج ايونز يعني ايونات حره طليقه بتلف جوه المحلول. محلول يحتوي على ايونات يبقى توصيل كهربي عالي جدا. استنى يا دكتور، يعني هو المحلول بتاع الملح بيوصل التيار الكهربي؟ ايوه. طب ليه؟ لانه مركب ايوني. ملح الطعام NaCl مركب ايوني، فلز مع لا فلز، عندما يذوب في الماء ينتج ايونات، وايونات تتحرك في ميه يبقى شحنات بتتحرك، يبقى على طول يوصل التيار الكهربي. هو ده تعريف التوصيل الكهربي، لما يبقى عندك ايه موفينج تشارجز يعني شحنات تتحرك، يبقى على طول بيوصل التيار الكهربي. وكل ما الايونات دي كانت كتيره كل ما توصيل الكهرباء يبقى عالي قوي، وكل ما الايونات دي تبقى قليله يبقى التوصيل، او الشحنات دي تبقى قليله يبقى التوصيل قليل، وكل ما ما يبقاش في ايونات خالص يبقى ما فيش توصيل خالص. وده الفرق ما بين الملح، محلول الملح السولتي سوليوشن، وما بين الشوجر سوليوشن اللي هو محلول السكر. محلول الملح على فكرة بيوصل الكهرباء، إنما محلول السكر لا يوصل الكهرباء. طب ليه يا دكتور؟ هنعرفها من الجدول ده. الجدول ده فيه مقارنة ما بين أنواع المحاليل، يقولوا إيه؟ في عندنا محاليل يقولوا عليها إلكتروليت، إلكتروليتية، وفي محاليل نون إلكتروليت، يعني إيه؟ غير أو ليست إلكتروليتية. هي ملهاش معنى، هي اسمها إلكتروليتية كده. ايه هو المحلول الالكتروليتي القوي؟ هو ماده تتفكك او تتأين بالكامل زي الملح بالظبط، اول ما حطيته في الميه كله اتفك، طلع ايونات كتير قوي يا دكتور، يبقى جود كوندكتور اوف الكتريست، يبقى توصيل الكهرباء عالي جدا. يا استنى يا دكتور، يعني معنى كده ان لو الماده بتدوب وبتطلع ايونات كتير يبقى هي سترونج الكتروليت؟ ايوه، ايونايز كومبليتلي، تتأين بالكامل. ايه الامثله؟ زي كل الاملاح اللي بتدوب، سوليبل سولتس، زي الاحماض القويه والقواعد القويه، السترونج اسيدز والبيزز بيبقوا القواعد والاحماض، هنشوفها دلوقتي تعريفها كمان شويه. كل الناس دي لما بتحطها في الميه بتتفكك تفكك كامل. التفكك الكامل ده انت هتشوفه في صوره سهم واحد. أول ما تلاقيني مديك المعادلة كده وفيها سهم واحد تعرف إن ده ionize completely، يعني بيتفكك بالكامل. لو 100 جزيء كلهم هيتفكوا يبقوا ايونات. كده بقى عدد ايونات كتير قوي يا دكتور. أيوه، عشان كده بيقولوا عليه strong electrolyte. الكتروليت قوي. بيوصل كهرباء يا دكتور؟ ده good conductors of electricity. محلول الملح يوصل الكهرباء قوي جدا. انما في مواد تانية يقولوا عليها ويك الكتروليت. ويك يعني ايه؟ يعني الكتروليت، محاليل الكتروليتيه ضعيفه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ايونايز بس بارشلي، يعني جزء منها يتفك، بخيله بقى. يعني لو 100 جزء، تخيل لو 100 جزء يتفك منه 3 ولا 4 بس، يا خبر ابيض، ده هيطلع ايونات قليله يا دكتور، وعشان كده التوصيل بتاعه هيبقى ضعيف يا دكتور، يبقى ويك كوندكتورز. طب ونعرفه منين ده يا دكتور؟ الناس اللي هم ايونايز بارشلي اللي بيتأينوا جزئيا دول زي الاحماض الضعيفه الويك اسيدز والويك بيزز والقواعد الضعيفه، وببينهم لك في المعادله بالسهمين اللي فوق بعض دول. اول ما تشوف سهمين كده رايح جاي كده عكس بعض يبقى ده اسمه بارشلي ايونايزيشن، يعني تأين جزئي. لو هو سهم واحد يبقى كويه ايونايز كومبليتلي. السهم الواحد ده دليل ان ده سترونج. السهم اللي رايح راجع ده متردد، احنا دايما نقول على الشخص المتردد ضعيف، مش عارف ياخد قرار. فالمتردد دوت يعني يعني بيطلع بس يرجع تاني، يبقى التفكك ايه؟ غير كامل. ويك كوندكتورز. يبقى لما اسالك اقول لك مين اللي ويك كوندكتور، تقول لي زي الاحماض الضعيفه والقواعد الضعيفه يا دكتور. زي ايه مثلا؟ يعني زي الخل، الفينيجر اللي موجود عندنا في البيت، الخل، زي الليمون،
البرتقال، الحاجات دي فيها احماض ضعيفه، توصل توصل ضعيف، انما كل اللي هي الاحماض القويه والقواعد القويه والاملاح اللي بتدوب كلها بتوصل كهرباء قوي جدا. ايه بقى حكايه النان الكتروليت؟ النان الكتروليت هي ماده تذوب في الماء ولكن لا تعطي ايونات. نان الكتروليت، كلمه نان يعني ليس، والكتروليت يعني لا يعطي ايونات. يعني السكر لما يدوب في الميه ما يطلعش ايونات. اه يا دكتور، ليه؟ لانه دونت ايونايز ات اول، هذه المواد لا تتفكك ولا تعطي ايونات مطلقا. مواد ايه؟ قطبيه بتدوب، سكر يدوب، كحول يدوب في ميه، ولكن ذوبان ذوبان بس، الماده تفضل تظل كما هي، لا تتفكك لا تنتج ايونات، يبقى لا وجود للتوصيل، دونت كوندكت الالكتريستي. طالما هي ما بتطلعش ايونات يبقى اللي على موضوع بالايونات يا دكتور، اي لو الايونات كتير يبقى سترونج الكتروليت، يبقى جود كوندكتورز فور الالكتريستي، لو الايونات قليله يبقى ويك الكتروليت ويبقى ويك كوندكتور، توصيل ضعيف. لو نو او زيرو ايونات اللي هو يقولوا عليها نان الكتروليت زي السكر، يبقى ساعتها اقول انها لا تتأين لا تنتج ايونات، يبقى ساعتها مفيش ايونات، يبقى مفيش توصيل. وده اللي راجل بتجربه ظريفه عملها، وراح قال لك بص كده انا هقارن لك ما بين الملح والسكر، احط لك الملح في الميه واعمل خليه كهربيه واشوف اللمبه هتنور ولا لا. لما دوبنا الملح في الميه، ها لا ده جود كوندكتور يا دكتور، قال ده المحلول، محلول الملح فعلا يعتبر سترونج الكتروليت وبيوصل التيار الكهربي، فعلا اللمبه نورت، نورت بشده كمان. طب لو كان محلول خل يا دكتور كانت اللمبه هتنور بس ضعيف قوي، اصل ده ويك الكتروليت لانه حمض ضعيف. طب لو سكر في ميه ما بينورش خالص، ده دليل على ان المركب ده نان الكتروليت ليس الكتروليت، يعني لا ينتج ايونات. يبقى السبب او ايه الفرق ما بين ذوبان الملح في الميه والسكر في الميه؟ ان واحد مركب ايوني فعندما يذوب يطلع ايونات، اسمه ايوني حتى يا دكتور، ايوني كومباوند يا دكتور، لما بيدوب بيدي ايونات يبقى بيوصل كهربا كويس قوي. انما السكر مركب تساهمي، مولوكيولار كومباوند، مركب تساهمي، فهو يذوب ولكن لا ينتج ايونات، dont ionize at all، وبالتالي طالما هو ما فيش ايونات يبقى ما فيش توصيل كهربي. يبقى احنا عرفنا ان الذوبان ممكن ظاهريا يبقى زي بعض، سكر في ميه ملح في ميه، يا دكتور الاثنين زي بعض في الشكل، في الشكل، انما الصفات لا مختلفه. محلول الملح في الميه غني بالايونات، بينما محلول السكر في الميه ما فيهوش ايونات خالص. محلول الملح في الميه اسمه سترونج الكتروليت، محلول الكتروليتي قوي، بينما السكر في الميه محلول نان الكتروليت، يعني ليس الكتروليت، يعني لا يوصل ايونات، لا يعطي ايونات ولا يوصل تيار كهربي. طيب السلام عليكم. دلوقتي احنا هناخد زي مسألتين كده على حساب المولارية اللي هي المولاريتي، تركيز المحلول، يعني ازاي بنحسب المولارية، والمسألة التانية هتكون على السوليوشن دايليوشن اللي هو عملية التخفيف. فهنا في المسألة ديت what is the molarity of a solution، يعني ايه هي المولارية لمحلول يحتوي على containing 18.72 من 100 جرام من الصوديوم كلورايد، ده اللي هو السوليوت بتاعنا، ده الملح اللي احنا هندوبه، ان 3.4 لتر سوليوشن. طيب يبقى هو دلوقتي في المسألة طالب المولارية، يبقى المطلوب الريكوايرد هو المولارية. طب ايه الجيفن، ايه المعطى؟ في حاجة هنا وحدتها جي يعني جرام، يبقى اكيد دي الكتلة. طيب ال 3.4 دي وحدتها ايه؟ لتر، يبقى ده معناه الحجم، والحجم جاي باللتر. هو في الامتحان بيدينا يقول لنا ام بتساوي ان على في،
يعني هو ده بيعطوها لنا في الاختبار، بس لازم انا ابقى عارف ان الام دي هي الام كابيتال، دي هي المولارية المولاريتي، والان ده عدد المولات بتاع الملح، وده الحجم باللتر للمحلول. فهنا ادي تفصيل القانون. التفصيل القانون المفروض ان انا ابقى عارفه، ابقى عارف ان المولارية هي عدد مولات السوليوت المذاب على حجم المحلول مقدرا باللتر، يبقى ان على في. هنا المشكلة في ايه؟ المشكلة ان في المسألة ادهاني بالجي، يعني ادهاني بالجرام، فانا ما عنديش هنا في القانون جرام، عندي مولات. يبقى كان لازم الاول، ودي طبعا سؤال بقى متكرر دايما، هل لو عندي الكتلة اقدر احولها لمولات ولا لا؟ طبعا احنا خلاص اتعلمنا من زمان ان انا اقدر احول الكتلة الى مولات او العكس بسهولة جدا، اللي بيسموها مول كونفرجنس من الشابتر الثالث واحنا بناخدها. فازاي احول الكتلة الى مولات؟ ان انا اقسم على الكتلة المولية للمادة. فاذا كانت المولات، اذا كانت الكتلة بتاعة الصوديوم كلورايد 18.72 جرام، فانا لو قسمت الرقم ده على الكتلة المولية اللي هو كتلة الصوديوم في الجدول الدوري 23، وكتلة الكلور في الجدول الدوري تقريبا 35.5، لو جمعت الاتنين على بعض يبقى دي الكتلة المولية. فيبقى عشان احول ال 18.72 جرام صوديوم كلورايد الى مولات، بقسم على الكتلة المولية، بتتحول الى مولات. خلاص سهلة جدا. دلوقتي اقدر اعوض في القانون بتاع المولارية، بقى عندي النمبر اوف مولز او عدد مولات الملح اللي هي 0.32 مول، وعندي الحجم. الراجل الحمد لله مدهوني باللتر. يا دكتور افرض كان مدهاني بالملي، يبقى اقسم على 1000 عشان احوله اللتر. فهنا الراجل مدهاني باللتر، يبقى بيسهل عليا، كفاية تحويل الكتلة لمولات، ده هو اللي الراجل مركز عليه في السؤال ده. يبقى اداني اللتر على طول عشان اعوض على طول تعويض مباشر في قانون المولارية، واحسب المولارية زي ما احنا شايفين. كلام جميل. فدي المسألة بتاعت المولارية. طيب المسألة التانية، what is the molarity؟ عايز برضو مولارية، بس هنا المرة دي ما ادانيش بقى كتلة ولا مولات ولا لا لا، ده اداني حجم ومولارية لمادة، واداني حجم تاني. فطالما اداني حجمين ومولارية او تركيز، حجمين وتركيز او تركيز وحجمين، يبقى على طول قانون التخفيف. هعرفها منين كلمة دايليوت او دايليوتينج؟ دايليوتينج يعني تخفيف، يبقى ده قانون التخفيف. ام واحد في واحد يساوي ام اتنين في اتنين. القانون واضح قوي، مولارية في حجم يساوي مولارية في حجم. ايه يا دكتور الفرق؟ المولارية في الحجم قبل التخفيف يساوي المولارية في الحجم بعد التخفيف. ام في before dilution بتساوي ام في after dilution. فهو الراجل دايما في المسائل دي بيعمل ايه؟ تعويض مباشر، بس ناخد بالنا من وحدة الحجم، هو ده المهم في المسألة دي، تعويض مباشر بس ناخد بالنا من وحدة الحجم. فالحجم مثلا لو هو اداني الحجم 1 بالملي والتاني باللتر، ما ينفعش، لازم اخلي الوحدة في الاتنين زي بعض. كلام جميل. يا اما اخلي الاتنين يبقوا بالملي، يا اما اخلي الاتنين باللتر عشان القانون يبقى مظبوط. لازم وحدة الحجم هنا V1 تبقى زي وحدة الحجم هنا V2. طب نقرأ المسألة تاني. What is the molarity؟ يعني ايه احسب المولارية لل KCl solution prepared from diluting او خفف اهو. بيقول لي خففنا 300 ملي من الام اللي هو المولارية كانت 3 مولر عشان يوصل الحجم لواحد واتنين من عشرة لتر. طيب نعملها ازاي دي يا دكتور؟ هو مديني ادي ال 300 مللي الاولانية دي كأنها هي ال V1، والتلاتة ام يعني المولارية M1. فلو انا ضربت M1 في V1 اللي هي 300، اساويها بال M2 اللي المجهولة اللي انا عايز احسبها، وال V2 اللي هي واحد واتنين من عشرة. النقطة المهمة اللي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي، انا مديني هنا يا دكتور ال V1 300 ملي، الحجم التاني مدهوني 1.2 لتر، ما ينفعش تبقى واحدة ملي والتانية لتر، يبقى لازم اقسم ال 300 على 1000 عشان كأني يبقى ايه؟ يبقى 0.3 اللي هي 3 من عشرة لتر،
ويبقى 1.2 لتر، يبقى كده نفس الوحدة. فيبقى كده لازم أعوض في القانون للأحجام بنفس الوحدة، يبقى 300 على 1000 ليه يا دكتور؟ عشان تبقى وحدتها باللتر زي الناحية التانية، 1.2 لتر. بعوض في القانون تعويض عادي. اللي جم جنب بعض في الأول ده هما V1 M1، ودي مين؟ ال V2. مادام حجمه اهو يبقى V2، يبقى المطلوب مني ال M2 اللي هي المولارية اللي هو بيسألني عليها في السؤال. لو حسبت حسبتي عادي خالص بسهولة هطلع ال M2، وهتطلع ال M2 هي عبارة عن 75% مولر أو مول بير لتر. الوحدة ساعات المول بير لتر دي اللي هي عدد المولات بالنسبة للحجم من تعريف المولارية، ممكن أختصرها وأكتبها M كابيتال. فالإم كابيتال دي يعني مولارية، يعني الوحدة مول بير لتر. تمام؟